الأخبار حتكون في أمريكا، يعني الديمقراطية الأمريكية. الديمقراطية الأمريكية من الإنسان للحيوان، كيف هيك حنعرفوها أكيد. هذا في أول خبر معنا اليوم في صباحك أونلاين. طبعا الديمقراطية الأمريكية يعني من الإنسان، حشاكم طبعا وحش المستمعين، للحيوان. يعني لو أنا قلت لك كلمة، هي شنو يخطر في بالكم أنتم أول حاجة؟ ترى صغير شنو يخطر في بالك أنت؟ يعني من يعني بالضبط حاجة نقطة هذه أيمن مش نقولها. ثاني نقطة اللي هي يعني وصل المرحلة يعني الديمقراطية خلال يعني حتى وصل الحيوان، يعني شوف التقدم هيك فهمتها منك. يعني أنت تو تفكيركم كله إن حشاكم يعني حيوانات اللي موجودة عندهم ديمقراطية. بعد شو رأيكم في ولاية في أمريكا، ولاية في أمريكا تمام ما عندهمش عميد بلدية، عميد البلدية متاحهم هذا ما عندهمش، فقرروا إن هم ينتخبوا حشاكم حيوانات. جابوا 13 حيوان من ضمنهم قطيس والبلدية فيها ومعيز، قطيس وكلاب حشاكم ومعيز. قبل منها كان في 13 متسابقة، طبعا 13 متسابقة ما مربح فيهم بال 13 الصوت، يعني ب 14 سامحوني 16 صوت، واللي هي المعزة. المعزة هذه كيف تم التصويت معي؟ تم عن طريق الناس، يعني كيف نقول لك، يعني في ال 13 كيف تم عرضهم ولا كيف؟ تم عرضهم يعني كان ما في مثلا يبي ينتخبوا ناس، يبي ينتخبوا حطوهم قدام حشاكم بدل بني ادمين، حشاكم حطوا لهم حيوانات. كيف الحيوانات هذول بيحكموا بني ادمين؟ بيحكموا بني 2500 شخص في القريه، يعني 2500 شخص في القريه. كيف يعني قرارات بتاخذوا قرارات يعني؟ قلت لك انا الديمقراطيه بتاعهم خلاص وصلوا لمرحله، وصلوا لمرحله يعني وصلوا لمرحله. قصدك انت تو ترى يعني هذا متين حط رئيس هذا بعقله مش بعقله، هذا تعرف شنو داير يعني مش من يعني في المصارعه في الدبليو دبليو اي مشارك في افلام، يعني انسان مهبول حطوه على السلطه، يعني انا متوقع يديروا اي شيء في امريكا. فالولايه هذه اختاروا المعزه يا مش ان هي تكون حكم لمني 2500 نفر هم خلاص اتفقوا عليها وتمام، يعني انك انت بلديه، يعني المصيبه وين ان هم بيحطوهم في شنو في مراسم حقانيه متاع عامين للبلديه. المشكله وين تو اللي بيني يقول لك كيف يعني كيف بيصير التفاهم بيناتنا؟ هي المشكله في النتيجه، انا نبي النتيجه اصلا، اعطيني الايوه بالضبط اعطيني النتيجه. على فكره الانتخاب بتاعها قعد لما بيقعد لمده سنه مش اربع سنين كيف نعمل، بيقعد لمده سنه تمام، يعني بتكون في مراسم، يعني بتكون في مراسم حقانيه. المراسم هي كيف ترى؟ زي احنا نقولوا مثلا البساط الاحمر هي ماشيه، طبعا عندهم عادات وتقاليد في اللبس بتاعهم اللي هو الوشاح او اللي يديروا له في المهم وشاح تنحطه وتمشي، يعني التفاهم بتاعهم حيتدوي كيف مش دوت بين ادميين، يعني حسبوني فيها كلمة هذه دوت بيع فهمتها، يعني متى تركب على المنصة ماش تبدأ في دوت باع، يعني بتبدأ هيك يعني القرارات بتاعهم هيك خش شوفوها. أنت متخيل إسماعيل أنت الخبر الرسمي اللي سهل كان عمداء البلديات؟ لا والله العظيم أنا رسمي خبر الله في أمريكا في ولاية طوال. مش متخيل الصورة يعني مشهدك أمامي إن في يعني معزة وحتى حتقوم بتتخذ قرارات وعلى مين يعني؟ يعني عادي ما بيصير فيها بدل دوت بين مين زي ما قلت لك، بيصير فيها سامحوني فيها كلمة هذه تبيع بيها يعني عادي. كيف تبيع ترى فهمنا أكثر، يعني كيف أنت تكون مثلا السلطة سامحني فيها كلمة هذه السلطة أنت تنحط، يعني مش حتى بني آدم بيصير فيه تفاهم عادي حتى لو يكون خروف يعرفوا كيف يوصلوا له فهمت يعني الحكم. ايوه فعلا يعني حيكون في تفاهم ما بين بيناتهم، حيصير في تفاهم بيناتهم، حيصير في بيناتهم اي من فضيع فهذا هي يعني. لكن نبدا هنا من صغير اول ما تخش للخروف هو او المعزه هذه كيف بتكون سير التواصل بيناتهم ترى؟ يا اي من حديقه صار يعني ايه بجد الفكرة انك انت تبت يعني بتخش للعميد البلدية هذه واللي هي المعزة كيف تبي تسترسل معها صغير؟ انا مواطن امريكي انا بنخش لعميد بلديتي بتلقى يعني بتلقى المعزة هي قاعدة على الكرسي نبي وقالي قرار يعني كيف بتكون يعني انا هذا سؤالي اني مستغرب من يعني. انا مستغرب بقول لك انت لو لقيتك انت لو لقيتها شو بتدير؟ خشيت في واحدة من الادارات في ليبيا بدل ما يحطوا انسان حطوا معزة كيف تتفاهم معها؟ أنا ما أطلع طول يعني كنت فاهم أنا ما نعرفش نوقع رسيل لكن يعني شو بتصير في لغة؟ شنو هي اللغة اللي حاطها؟ مفيش لغة معلش لغة معاهم ما عنديش معاهم حوار أنا بكل طبعا تقدر تشوفوها هو أكيد في اليوتيوب على ديروا أنتم يعني قرية في أمريكا عدد سكان 2500 نفر ينتخبوا أن هم معزة بتشوفوا أن احنا يعني الخبر هذا مش ديالك هم خبر بتاعنا الثاني لليوم التفاهم حيكون بالطريقة هذه برافو عليك يا ايمن التفاهم حيكون بالطريقة هذه مش عارف مش لاقي حاجتي هنا بس انا بناخذ طلب كيف نقول باع
صورت عندك انا ما راح انقص هذا كله حينزل في القناه على اليوتيوب اذا بنت يعني تبيعها ساره الصبح. خلينا نمشي للخبر الثاني واللي هو التكنولوجيا شيء حلو كلنا نعرفه قنوات الفيديو التكنولوجيا شيء جميل، لكن المشكله وين؟ المشكله لو ان التكنولوجيا هذه وصلت لبلدان متاخره كان الفيديو جاهز زي ما انت تفرج عليه. قبل ما نمشي للثاني هو الخبر الثاني اللي هو يعني الفيديو قاعد في قيد التجهيز، نمشي للخبر الثاني واللي هو في المغرب. المغرب يعني نعرفها احنا بلاد جميله وراقيه وجميع دول العالم كلهم من فنانين وغير من هم يمشونها، لكن حتى هم عندهم نصابين سامحوني فيها الكلمه هذه، عندهم يعني محتالين لكن عندهم انسان ذكي. انا بعد ما قريت عليه اكيد تحياتنا له طبعا، بعد ما قريت عليه يعني قريت الطريقه الذكيه اللي صبها على الطلاب فانه هو بجديات يستاهل انه هو يخش مسوى الدرس. كيف ترى انت يعني واحد اخذت 30 تليفون، لا سامحوني فاخذت 20 تليفون من الطلاب، كيف اللي يمكن الفكره اللي تورد تو حاليا في وقت الحالي اللي في ذهنكم انت يا كيف اخذاهم ترى مثلا كيف اخذاهم ترى يعني طبعا اسمع 20 تليفون من الطلاب وفي وقت ذاك كان في امتحان كيف اخذت 20 تليفون بما طريقه يمكن ترى يعني وبطريقه سلسه وجميله اخذاهم يعني ما الموضوع ما كلفش جهده في وقت الامتحان هم يمتحنوا ولا قبل ما يخشوا الامتحان ممكن ادرس معهم شويه فاخدم ما هذا تو وجهه نظر مريم انت صغير قال لهم اعطوني التليفونات قبل باش اعطوني التليفونات قبل باش نجحكم هو نساعدكم اصبحنا وجهه مختلفه بينكم من وجهه نظر الفكره ان الانسان هو الذكي والنصاب المحتال. طبعا الفكره هذه انا جايبها لكم اللي بينسبوا فينا في 101.1 شباب هذه فكره جيده تقدروا انكم انتم يعني تستوعبوها وتديروها في المات القادمه. يعني فكره مش مطلبه منكم انتم تدرسوا سيارات ولا يعني تنزلوا ناس ولا شيء، لا الفكره بسيطه وسهله تنقل لكم عليها كيف المهم ساعد في الناس على النصب هم راكبين بين ما قال نصب اي مش قال ذكي ايمن طبعا النصاب المغربي هو الذكي بسم الله ما شاء الله. طبعا قاعد يدور احنا نقوله في احنا المدرسه هي في وقت الامتحانات يتقص ويشوف فعرف نتيجه جميله جدا. تعرف شنو عرف ولا تعرف شنو عرف؟ عرف كيف انه هو يلعبها صح، مشى اخذ سياره حلوه نقول لك نقوله حتى اجرها تمام مع اللبسه احنا نقول السوداء هذيك نتاع القرواطه وكل شيء، مشى على اساس ده نروح عشان مندوب من جماعة الامتحانات ممنوع انك انت تدخل تليفونك وقفل الباب لقت 20 تليفون في سنة. على فكرة مش بعيد على وجهة نظري ممكن انا ما عرفت شو واش ده بس انا قلت لك هو واخده منهم التليفونات قبل ما يخشوا الامتحان بقول ان هم لو صار فيها كلمة انك انت تنجحي لا هو اللي قال لا انا قلت ننجحي هو بس انا قلت لك هو واخده منهم التليفونات قبل ما يخشوا الامتحان الطريقة ما عرفت بس الطريقة قالوا من ممنوع انك انت تخش بالتليفون ضروري تحطه في السبات هذا وفي السبات هو ففي المغرب قانون تحمس مسحين انك تخش بالتليفون في القاعة ضروري انك انت تصمت فخافوا حطوا تليفونات 20 تليفون بعد ما حطوا التليفونات هذا بسم الله ما شاء الله ارقام مقدره يعني المغرب اكسار وغات ايفون 7 وكذا وكذا يعني 20 تليفون لقتهم حطهم في السبات وطاله يعني جنت المال ماشي ركب السيارة طلعها جو طلاب هم نفسهم يعني كيف صار اللي كان معكم هذا هو احنا ما عندنا حد فداروا شكوى كذا من واحد فقاعدين لليوم هذا يدوروا فيه ما يقولش شيء وعفوا هذا تليفون هنا نصاب حبيبي ينصب عليك على الهواء مباشره سكر عبدو كي تحياتنا الفكره هي فكره انه هو يعني صرف على روحه شويه بدله وقرواطه وسياره بس نصرف 600 700 جنيه 20000 فبجديات يعني فكره نصب دقيقه وجميله جدا فهمتها يعني معناها اوكي حلوه فهمتها اي من انت لا مهما كانت نصب هذا في شيء جميله جدا يعني في ما اسمه طب احنا خلينا قدام لي اسمه خلينا ندوه اسمه خلينا ندوه ايمن 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 بعضهم يعني حتى المجهود يعني باقل مجهود في طريقه نفس يعني نصب باقل هو خانب لكن باقل مجهود بدل من هو مثلا ينزل الناس يضربهم او يقتلهم لا بطريقه لبقه بطريقه جميله يعني نصب على الناس ولكن بطريقه لبقه ليش نبي ف لكن في الاول وفي الاخير اسمه نصاب بينا وبين ربي انا قلت لكم معلومه بينكم وبين ربي يا لبيه تبوا تتبعوا فاهم ما تبوش تبوا بالكم تسمعوا كلام راح يوديكم 60 طبعا قاعدين اليوم هو يدوروا فيه طبعا هي طبعا كفكره هي كيف جات ان هو انا متفرج على فيلم قبل اسباني انا اسمه ما استحضرنيش لا تسال لا مو بحاجه زي تو كان متقن قداش 12 شخصيه 12 شخصيه كيف في حالات النصب بنفس في واحده منهم بنفس الطريقه هي فهمتي بنفس الطريقه هي لكن هذه كان دايره يعني بطريقه ثانيه غريبه بتاعكم ما تخشوش اعطوني تليفوناتكم وكذا يعني متبع 12 خطوه ب 12 شخصيه مره عجوز ومره مش عارف شنو مره مش عارف شنو شكله هو استحضرها من الفيلم هو فطبقها على ارض الواقع فمشيت معه. هذا كان ثاني خبر معنا اليوم يا ليبيين في صباح كل ليل
ثالث خبر معنا كان جاهز اكيد الفيديو ايمن اللي قلت لكم انا بتاع التكنولوجيا شيء حلو شيء جميل لكن توصل مؤخر لبعض البلدان فهذه المشكله خلينا نشوف الفيديو هذا مع بعضنا التكنولوجيا اللي قلنا لكم على أن توصل لبعض البلدان أكيد تحياتنا لليمن أكيد تحياتنا اليوم فاليمن زي ما نعرف أنهم عندهم يعني شيء الحاجات الإلكترونية أو إحنا نقوله العونة بصفة عامة ناقصة عندهم فجابوا لهم إحنا نقوله منصة 3D منصة 3D هذه أنت تلبسها طبعا أنا لبسها وشابح يعني أنك أنت تطيح من فوق مثلا فهمتني أنت تطيح من فوق يعني بجديات الكرسي يبدأ يهتز بيك أو مثلا إحنا نقوله تقعد تلعب في زي اللعبة متاع السيارات تقعد تركب وتنزل فتحس انت روحك في ارض الواقع تلعب جديات عشت يعني عاشت خمس يعني على نفسي هنا وعلى نفس اصحابي اللي جابوا اللعبة هي انه هو يطيح لانه يقعد ينقص فهمتني فالفكرة هذه داروها في اليمن جابوا لهم 3D جابوا لهم كل شيء فانت يعني زحمة رهيبة صارت يعني زحمة رهيبة يعني زي زحمة المصارف اللي عندنا احنا لكن هذه تضربها 60,000 مرة فهمتها يعني وقفوا 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 فبدوا يجربوا مفيش ولا واحد قدر انه هو يكملها يكمل العاب ال 3D هذا وشبحنا في الفيديو تو اللي اسمه فينا طبعا 101.1 تقدر تزوروا صفحتنا واحد اف ام بالانجليزي حالفيديو باذن الله تلقوه نازل غادي تقدروا تشوفوها لعبة 3D يعني من قوة اللعبة من قوة الهبال اللي صار في اللعبة انه ينقذ يعني دراها مصدوم الناس بدها تشيك فيه في الاخير في النهاية هي لعبة هذه قصدي يعني الالعاب هذه لامتى يعني يعني الالعاب احنا من بوب جي اللي مش عارف شنو مش عارف هي بتاريخها غير بس هذه خياليه هذه خياليه يعني خياليه هنا يمكن نخشوا لهم احنا نقولوا ال3D بتاع التلفزيون ال3D بتاع التلفزيون هي بتاع خطيه سامسونج اللي تجيب غير المتدبس النظام بتاع ال3D خليك تتخيل تشوف حاجات تلقاهم قدامك تمام هذه الضعف 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 انت تلبسي نظاره طبعا ثلاثه اضعاف بدل ضعف تبدا ثلاثه اضعاف انت تلبسه عشان يصير ارض الواقع انت هنا نضرب بونيه يعني انت بتطيح بجديات انت بجديات وتشبه في خيال انت خلاص مركبه في ذهنك ان هذا خيال فهمتي لك انت تنتي تلعبها بجديات فتحسي ان البنيه جياتك حطيها والله اني معكم بجد يعني شيء غريب هذا